اللي وراه بيته في مصر. انا بديكي امثله من مختلف انحاء العالم عشان نقارن. عيبنا ان فاكرين ان مصر ام الدنيا ومالناش دعوه اللي بيحصل في الخارج. لو عرفنا نقارن مع الاوضاع في مصر والاوضاع في بلاد اخرى، وقتها يبقى عندنا قدره على فهم ظروف خاصه موجوده في مصر. دي نقطة أساسية ما حدش بيفكر فيها. أنت تقولي لي ديمقراطية في مصر؟ 40% من السكان أميين، التانيين مش مهتمين. يعني حضرتك بتطرح نقط مهمة، بس احنا عندنا مشروع لمحو الأمية دام 50 سنة ومحدش حاول يعدله. يعني احنا مصر دخلت محو الأمية من 50 سنة، إيران محت الأمية بشكل كامل خلال 2 سنين على الأكثر. في دول كتيرة يعني فكرة استدامة المشاكل دلالة على الاحتياج الأكثر للديمقراطية وليس العكس. لا، ده برضو كلام نظري كده. طيب العبرة مش استخدام ديمقراطية، العبرة بالشعب. الشعب اللي نشيط اللي بيشتغل 10 ساعات يوميا، الشعب اللي يبتدى من يوم الخميس بعد الظهر بيهرب، ويوم السبت مش جاي، ويوم الحد أجازة، ويجي له الساعة 12 يوم الاثنين. ده اللي عاوز ان يقدم مصر. في كوريا في يوم أجازة في الشهر، هنا في 60 يوم أو 4 في 4 12 يوم أجازة. في كوريا بيشتغلوا كذا ساعة. في الصين عرفوا يحددوا الناس السكان. انت تعرفي ان كل يوم هيكون محتاج لمليون، عندك 1 مليون هيزداد من السكان كل يوم. عاوزة توكليهم ازاي؟ تفتحي لهم مدارس ازاي؟ اذا في خطأ من جانب الشعب، انا معاكي، وخطأ من جانب الحكومة. بس اني انقل انا بسهولة ان كل الاخطاء اخطاء حكومية، لا. الشعب المصري له مسؤولية. اشمعنى الشعب الكوري رغم ان اتهزم، رغم ان كان خضع للاستعمار، كان بيمنعوهم يتكلموا اللغة الوطنية بتاعتهم. عمره ما الإنجليز قالوا ما تتكلموش عربي. رغم انقسم سنة 1950 كان حرب أهلية. النهاردة كوريا أكبر دولة صناعية في العالم. ليه؟ رحتها 20 مرة. ليه؟ لأن بيشتغلوا. لأن طبقة النشيط هنا. انا ما بتشوفي بتشوفي الواقع. دكتور بطرس غالي، اعرف انك انتي شخصيه محنكه ومعلوماتك واسعه جدا وتصوراتي ومعلوماتي اضئل بكثير ان انا اضعها على الطاوله، ولكني ساحاول ان اسال فقط: الا تعتقد ان كوريا وصلت لما وصلت اليه مش بس لان الناس بتشتغل، مش بس لانه كان في نشاط زي ما حضرتك بتقول، لأنه كان في رؤية واضحة وقرار وإرادة خلت الشعب ده، أو وضعت سياسات اللي أدت بهم في نهاية المطاف إن هم ينموا باقتصادهم وبدولتهم؟ يعني ليه حضرتك بتتكلم برضو على شق وتتجاهل شق آخر، فكرة الرؤية والقرار والسياسة؟ لأنه اللي حصل في كوريا زي اللي حصل مع مهاتير محمد. ولا مؤاخذة، أنا بقول حاجة واحدة بس. إن الخطأ الموجود عندنا إن كل حاجة مش ماشية نقول الحكومة بس. مش من النهاردة، مش من 52، قبل كده. بينما الحقيقة إن الخطأ مسؤولية الشعب ومسؤولية الحكومة. الشعب ما بيشتغلش، الشعب كسلان، الشعب قد يكون مريض، حاجة تانية. الله، ادي الواقع. الشعب لما بيسافر في حتة تانية بيشتغل وبيبقى نشيط. ايوه، تعالي اتفرجي على المصريين اللي بيشتغلوا في الخارج بيشتغلوا ازاي. يبقى المشكلة فين؟ لا، المشكلة ان المصري في مصر ما بيشتغلش. حضرتك شفت تطور الأحداث عامل ازاي؟